بسم الله الرحمن الرحيم. لدينا تلفاز كوندور 40 بوصة، هذا هو موديل التلفاز. عندما نشغل التلفاز كما تلاحظون الليد الأحمر يشتغل ويبقى أزرق، وكما تلاحظون يظهر لوجو كوندور، ثم يبقى التلفاز هكذا. وهذا عطل، في الغالب عطل للذات. سوف نفتح الجهاز إن شاء الله. هذا هو شكل التلفاز من الداخل. هذه هي الكارت واحدة كما تلاحظون الليد مشتغل. تم قياس الفولتيات هنا، وجدتها تصعد إلى 100 وتنزل، يعني المشكل من الليدات. هذه هي الليدات، 4 مساطر، كل مسطرة 11 ليد. هي الشاشة، هذه هي الليدات، هذه هي الليدات القديمة كما تلاحظون نحاسية، وهذه الليدات الجديدة ألمنيوم. هذا هو بعد تركيب المساطر الجديدة. الآن نجرب. كما تلاحظون اشتغلت الليدات بالكامل. الآن سوف نرجع هذه الأوراق والفلاتر و نرى النتيجة النهائية. هذا تركيب الشاشة وتركيب كابل LVDS. سوف نجرب. الليد الأحمر يشتغل. تلاحظون اشتغلت الشاشة. بدون مشاكل. الحمد لله. سوف نجمع التلفاز ان شاء الله. والسلام عليكم.